السحر وبروز. ما هو السحر؟ وبروزيدج. من هو الساحر؟ مروزين يقول مونوج. في القديم كان الوصول إلى الساحر أمر صعب جدا. أتجرى كجرى وجرى كمروزي ماجري جاري بني بكميج. أما الآن الوصول إلى السحر سهل جدا. يفتح بعبر هذه وسائل التواصل. أتلعب تفهم يا تلفوني يا. إنترنت. كذا كل إنترنت. يرسل رسالة للكهان. وكهان إذا وبتوما كمنو مروزي جاكم. قنوات تلفزيونية. الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج برج الحوت برج الأسد برج العقرب. وكذا بيجي ما كل يوم جاي بيدي هو إنوزا يا مروزينا لو تقرأ في هذه الأبراج قراءة فقط دون تصدق لا تقبل لك صلاة 40 يوم. لو صدقت هذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يعلم الغيب؟ كهان السحرة؟ والله لا أحد يعلم الغيب إلا الله. هذا يقول أنا فقط أتسلى، فقط أقرأ هكذا. تقرأ هكذا لا تقبل لك صلاة 40 يوم. وممكن يحصل لك شيئا مما قرأت بعد أيام تقول سبحان الله هذا اللي قرأت من ذاك الكذاب المنجم، هذا كفر. إذا ما يمكن نأتي السحرة. لا تظن أن اتيان السحرة فقط تأتي تجالسه، لا، أنواع لاتيان السحرة. تأتي تجالسه أو اتصال أو دخول على القنوات أو إرسال رسائل أو ترسل إنسان، لأن المرأة مثلا تشتكي تقول زوجي ظالم، فصديقت هذه المرأة تقول اسمعي أنا أجعل خاتم في إصبعك، والله ترتاحي منه وأنت لا تتعبي. هي هذه تذهب وتصنع السحر. هم كلهم شركاء في السحر. الساحر كافر كفر أكبر، أكبر داعية إلى الكفر الأكبر هو الساحر. ومن هو أمر وهم قرر أبانو كيوبا مبيوبة نمر.